الله عليه حسن الله تبارك وتعالى خلقه وحسن خلقه، وكان لذلك آثار في حياته في تصرفاته. من ذلك أن سيدنا جرير رضوان الله عليه كان مع سيدنا عمر بن الخطاب يوما، فأحدث رجل خرجت منه ريح، فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: عزمت بالله على من حدث له هذا أن يقوم فيتوضأ. الرجل ربما يحمله الحياء لا يستطيع أن يقوم، فإذا حضرت الصلاة ربما يصلي على غير وضوء، لماذا حرجا أمام الناس يقوم أمام الناس يقول كذا وكذا. فسيدنا جرير هنا قام وقال: عزمت عليكم بالله جميعا أن تقوموا لتتوضأوا، فقام الجميع ليتوضأوا. هذا يدلك على أمر رائع في التعايش الاجتماعي بين الناس وبعضهم البعض. ليس من الصراحة أبدا أن تحرج الناس، وليس من قول الحق أن تسيء الأدب مع أحد، فقد تقول الحق بكلام طيب كلام جميل، وتدعو الناس إلى الخير دون أن تحرج أحدا دون أن تجرح أحد. نتعجب من بعض الخطباء في هذه الأيام يسب الناس ويلقي عليهم الكلمات وكأنه يريد أن يبغضهم، لا يقربهم، كأنه يريد أن يبغضهم إلى دين الله تبارك وتعالى. يرى سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه هذا الأدب العظيم من سيدنا جرير بن عبد الله، فيقول: عزمت عليكم بالله جميعا أن تقوموا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه هذا الموقف، فرأى الصحابة ذلك فصار هذا سلوكا لهم جميعا. ولذلك عندنا الحديث الشهير: من أكل لحم جزور فليتوضأ. قال الصحابة أو قال العلماء في معنى هذا الحديث، معنى من معانيه، أن رجلا ممن كان معهم انتقض وضوءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحرج هذا الصحابي، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الحاضرين: من أكل لحم جزور فليتوضأ. إذا كان هذا معنى الحديث الوضوء الذي هو وضوء تهيؤ للعبادة، سيدنا جرير قام بهذا السلوك واستمر به. وكان سيدنا جرير رضوان الله عليه من أواخر من أسلموا، فأسلم بعد أن استقر وثبت التشريع. ولذلك تجد الناس يفرحون بالأحاديث، أو التابعين والفقهاء يفرحون بالأحاديث التي رويت عن سيدنا جرير، لأنه كما يقال آخر ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم.